رايتس ووتش تطالب بالكشف عن قتلة المتظاهرين وتحذر من تفشي كورونا في سجون العراق. كورونا والاقتصاد والانتخابات، العراق يحدد أولويات حكومته في مجلس الأمن. العراق يسجل طفرة جديدة بإصابات كورونا وتحذيرات من خروج الوباء عن السيطرة. الكاظمي يشدد على أهمية استقلالية المؤسسة العسكرية وإبعادها عن التدخل السياسي. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من يو تي في، أهلا ومرحبا بكم. كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش أن لدى العراق أكبر عدد من المفقودين في العالم، وقد أخفي بعضهم قسرا، وكان أحدثهم المشاركون في حركة الاحتجاج التي بدأت في تشرين الأول عام 2019. وفي تقرير لها أشادت المنظمة الدولية بتعهد الحكومة الجديدة بإجراء تحقيقات في أسباب وملابسات مقتل أكثر من 600 متظاهر، مشددة على ضرورة إعلان جماعات وقوات الأمن التي شاركت أو نسقت في عمليات قتل المحتجين ومحاسبة المسؤولين. التقرير كشف أيضا عن واقع السجون في العراق وحذر من تفشي وباء كورونا بين النزلاء، مؤكدا وجود إصابات بالفيروس بين السجناء وحراس أمن في أحد سجون بغداد. إلى ذلك، قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان إنه من الصعب الحصول على معلومات من داخل السجون العراقية بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا. وفي بيان لها، أوضحت المفوضية أنه منذ منع خلية الأزمة زيارات السجون ازدادت صعوبة الحصول على معلومات كافية عن الواقع الذي تمر به معتقلات العراق، مضيفة عدم وجود تحديث لبيانات الإصابات بفيروس كورونا داخل السجون. للحديث في هذا الملف ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من بغداد رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية السيد أرشد الصالحي. مرحبا بك سيد أرشد. إذن انتهاكات بالجملة تطول ملف حقوق الإنسان في العراق، ونتحدث عن المختطفين والمغيبين وحتى المفقودين. هذا ما تحدثت به أيضا منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الدولية. إلى أين وصلتم في هذه الملفات؟ وهل لديكم خطوات فعلية جادة للوقوف على هذه الحقائق؟ نعم، شكرا جزيلا. لابد أن الخطوات الجادة في هذا الملف بالذات في ملف المغيبين، وتمكنا من جمع كافة البيانات والأسماء الموجودة لدينا من المغيبين والذين اختطفوا ومن كل المحافظات. وسبق أن خاطبنا الأجهزة الأمنية والحكومية في أكثر من مناسبة دون جدوى، وقبل شهرين تمكنا من إعادة تنظيم الأسماء مرة أخرى، وطلبنا من الحكومة بضرورة الكشف عن مصير هؤلاء أيا كان مصيرهم، سواء كان غيبوا أو ما موجودين أيا كان، لكننا لم نتلقى جوابا شافيا من الحكومة. ممكن أنه بعد تشكيل هذه الحكومة أن نحرك الملف من جديد ونتمكن عسى ولعل أن نتمكن من الوصول إلى بعض الحقائق بهذا الخصوص، وبالأخص ملف المغيبين خلال الفترات الماضية. طيب، ما الأسباب سيد أرشد التي تقف عائقا أمام سن وتشريع قوانين مهمة لحماية حقوق الإنسان وكشف مصير هذه الانتهاكات؟ اليوم الأسباب سياسية برأيك أم أكبر من ذلك؟ يعني نحن في لجنة حقوق الإنسان
قرأنا القراءة الأولى لقانون الاختفاء القسري. نعم. وهذا الاختفاء القسري هذا موجود منصوص عليها في الدستور العراقي، ينبغي أن يتم تشريع هذا القانون. كان هنالك اعتراض من قبل بعض الكتل السياسية بهذا الخصوص، نحن أيضا قلنا لهم في اللجنة مستعدين لعمل ورشة بهذا الخصوص ونشرح للكتل السياسية حقيقة القانون. القانون لا يخص طرف معين ولا اتهام لجهة معينة، وإنما بشكل عام قد يكون هنالك أناس خارجين عن القانون لا يرتبطون بأطراف سياسية مارسوا هذا الدور. فأكدنا للكتل السياسية بأن قانون الاختفاء القسري هي ليست استهداف لطرف سياسي معين كي يكون هنالك حجر عثرة أمام تشريعها. والقانون برمتها تخدم الجميع، ومن ثم العراق وقع على هذا الاتفاقية، يعني يجبر المجتمع الدولي بعد فترة ممكن أن يسأل ممثل العراق الدائم في الأمم المتحدة، يسأله أنتم وقعتم على اتفاقية مناهضة التعذيب، أنتم وقعتم على قانون مناهضة العنف الأسري أو قانون منع الاختفاء القسري أو الاختفاء. في هذه الحالة سيكون المندوب الدائم للعراق في حرج أمام المجتمع الدولي. لذلك طيب. نحن عندما نؤكد لقادة الكتل وللأطراف وللحكومة بأننا مع تشريع هذه القوانين يفهم بأننا نستهدف الكتل السياسية. سيد أرشد، أو نستهدف أنتم الحكومة. كرئيسي لجنة حقوق الإنسان يجب أن تضغطوا بكل ما تملكون من قوة لسن هذه القوانين وليس يعني تشريعها. عليه أن يتصرف هكذا، ليس للمطالبة بالتشريع فقط، عليكم دور كبير. حقوق الإنسان ملف شائك بالعراق والحقائق غائبة. الضغط الضغط نعم الضغط الضغط السياسي أو الضغط العددي تعتمد على عدد النواب الموجودين الذين يقبلون بطروحاتكم. أنا أؤكد أنا إنسان صريح وواقعي، نعم. أقول هذا الكلام، اللجنة تدفع بقوة لتشريع مثل هذه القوانين، ولكن عليكم أن تعلموا بأن هنالك إرادة قد تقف أمام هذا الأمر، ولكن هذا لا يعني بأننا نستسلم للأمر الواقع، بل نمارس كل الطرق السلمية والديمقراطية في سبيل الضغط لتشريع هذا القانون. طيب، اليوم إجراءات الوقاية من فيروس كورونا في السجون العراقية كذلك هي الأخرى تحتاج إلى حلول سريعة. هناك أحاديث عن أن هناك بعضا من السجناء يعانون من هذا المرض وقد انتشر. لديكم تواصل مع هذه السجون؟ لديكم معلومات؟ حتى البيانات أخفيت أو لا تزال مفقودة، بيانات المسجونين أتحدث. يعني الملف أيضا ملف معقد، وتواصلت بشكل مستمر مع وزارة العدل وبالأخص مع المدير العام الإصلاح، ووصلت إلى مسامعنا انتهاكات وممارسات تعذيب مورست في بعض السجون، وشكلنا لجنة تحقيقية بهذا الخصوص، والإجراءات جارية حول معرفة بعض الأمور التي قد تكاد تكون مخفية عن الأنظار. أما بخصوص الجائحة، كانت هنالك بداية جيدة في التعقيم والتعفير، وكنت بنفسي متواصل مع مدير عام الإصلاح للتأكد من عمليات التعقيم والتعفير، ولكن طالت الفترة. عندما طالت الفترة طلبنا بأن يكون هنالك عفو على الأقل عن بعض القضايا التي تكاد تكون بسيطة، هي عفوا خاص، ولكن العفو الخاص ما كانت بالمستوى المطلوب، ما كانت بالمستوى التي كان قدر الوضع أو الأرقام الموجودة في السجون. هذه كانت لا تلبي طموح لجنة حقوق الإنسان. لكننا نؤكد مرة أخرى
بأن العفو الخاص هي من صميم عمل رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، أما العفو العام هي من صلب عمل مجلس النواب العراقي. طيب. لذلك خلال هذه الفترة كانت عمليات التعقيم والتعفير في الفترة الأخيرة ليست بالمستوى المطلوب. نعم. خاطبنا وزارة الصحة ووزارة الداخلية والدفاع المدني بضرورة التواصل مع وزارة العدل لإكمال عمليات التعقيم والتعفير، بالأخص هنالك قطع للعلاقة ما بين السجين طيب. وذويه باعتبار أنه المواجهة مقطوعة. أيضا كان هنالك برنامج للتواصل عبر الموبايل، هذا شيء جيد، ولكن عمليات التعقيم والتعفير. سيد أرشد لضيق الوقت بسؤال أخير، أتحدث عن ملف مهم آخر معنيون به حضرتكم، هو ملف المتظاهرين المغيبين وحتى قتلة المتظاهرين. تتواصلون مع الجهات الرقابية لمعرفة من الجاني، وهل سنرى محاسبة فعلية أمام الرأي العام؟ يعني لأكون أكثر صراحة معكم، نعم، الحكومة السابقة أخذت موقف متشدد ضد لجنة حقوق الإنسان النيابية، وذلك لكشفها الحقائق، وعلى أثرها كان هنالك ضغط على السيد رئيس مجلس النواب بإبعاد لجنة حقوق الإنسان النيابية من اللجنة المكلفة النيابية للبحث عن جائحة كورونا، باعتبار نحن نتكلم ونتصارح أكثر. نعم. لكن الأرقام التي كانت موجودة لدى اللجنة كان أكثر من 500 مقتول، شهيد، متوفي، أيا كان. ولكن في نفس الوقت البلاغات الرسمية لوزارة الصحة كانت تؤكد بوجود 111 متوفي. هذا العدد الفرق موجود بين أرقام مفوضية حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان النيابية مع وزارة الصحة، كان هنالك اختلاف في العدد. نعم. لا زال الأمر قيد التحقيق. نتمنى من الحكومة الحالية أن يكون أكثر حزما، ونحن مستعدين في اللجنة بكشف وإعطاء كافة البلاغات والأرقام والوثائق الموجودة لدينا. نعم. لكشف خفايا هذا الملف، وهي من الملفات المهمة. إذن رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية السيد أرشد الصالح كنت معنا، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. رحب مجلس الأمن الدولي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، وتعهد بمكافحة جائحة كورونا وتقديم إصلاحات مجدية بشكل عاجل. وفي بيان له أشاد مجلس الأمن بالتزام الحكومة الجديدة بإجراء تحقيقات شفافة في العنف ضد المتظاهرين، فيما جدد أعضاء المجلس دعمهم الكامل لجهود البعثة الأممية في العراق لدعم المصالحة والإصلاح الاقتصادي والمساعدة الانتخابية، مؤكدين دعمهم هم لأمن العراق ومواصلة الحرب ضد الإرهاب. إلى ذلك، أعلن العراق أمام مجلس الأمن الدولي أولويات حكومته الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، مبينا أن التركيز سيكون على مكافحة جائحة كورونا ومواجهة الأزمات الاقتصادية. أولويات حكومتنا هي تكثيف الجهود لمواجهة جائحة كورونا وصياغة مسودة ميزانية استثنائية تعزز القدرة على مواجهة الأزمات المالية والاقتصادية. كما تحرص حكومتنا على إطلاق الرواتب بلا تأخير وتعويض ذوي الشهداء والجرحى من المتظاهرين. كما أكد المندوب العراقي حرص الحكومة على سيادة البلاد وإيلائها ملف الانتخابات أهمية قصوى، مشيرا إلى الرغبة بتجديد ولاية البعثة الأممية الخاصة يونامي. نؤكد أهمية صون سيادة العراق وتعزيز القانون وحصر السلاح بيد الدولة ومنع الدول الأخرى من تحويل أرض العراق إلى ساحة للصراعات أو منطلق لتوجيه هجمات ضد دولة ثالثة. وحكومتنا حريصة أيضا على تشكيل لجنة خبراء لدعم المفوضية المستقلة العليا للانتخابات لتنظيم انتخابات مبكرة
وتشكيل لجنة خاصة للتهيئة للمفاوضات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد عبر الهاتف المتحدث باسم الخارجية العراقية الدكتور أحمد الصحاف. مرحبا بك يا دكتور أحمد. بداية بعد عرض الحكومة لأولوياتها أمام مجلس الأمن الدولي، هل لمستم خطوات إيجابية وجدية لدعم العراق؟ تحية وتقدير، شكرا جزيلا لكم. بعد مشاركته في الجلسة التي عقدت في مجلس الأمن في 12 من الشهر الجاري، المندوب الدائم في العراق لدى الأمم المتحدة سعادة السفير الدكتور محمد بحري العلوم قدم كلمته ممثلا عن دولة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، وعرض أولويات العراق المتمثلة بمؤشرات وجوانب متعددة. في مقدمتها التزام الحكومة العراقية بالجوانب الدستورية والقانونية في دعم مؤسسات الدولة والسير بنهج متوازن ومعتدل على مستوى الإجراءات الداخلية، كما أن السيد الممثل الدائم عرض لأولويات العراق مع الشركاء والأصدقاء على المستوى المجموعة العربية وكذلك المستوى الدولي. طيب دكتور أحمد، كيف سيكون مستقبل العلاقات الدولية العراقية المقبلة في ظل هذه المرحلة الجديدة من العملية السياسية في العراق؟ العراق يتبنى سياسة تنتهج خطاب الاعتدال والتوازن، وكرس لمصالح مشتركة مع كل الأطراف القريبة والبعيدة في إطار شراكات استراتيجية متعددة ضمن دوائر اقتصادية متنوعة. ولا يخفى أن العراق تحصل به تحديات كبيرة، في مقدمتها الاستجابة الحكومية لجائحة كورونا، والتي بالحقيقة خجلت من خلالها الحكومة العراقية مؤشرات متعددة إيجابية على مستوى إعادة العالقين من العراقيين في أكثر من 220 دولة في العالم. وعبر وزارة الخارجية العراقية نسقنا ونفذنا لإعادة أكثر من 16,000 مواطن عراقي من العديد من الدول. كذلك الاستجابة الحكومية التي تتصل بالجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان وما يتعلق بالجوانب التي تتصل بالتشكيلة الحكومية وإتمامها، واستمرار تبادل الدعم والمشاركة مع جميع شركاء العراق وأصدقائه. طيب دكتور أحمد، التحشيد الدولي والإقليمي للعراق بدأ واضحا هذه المرة، كيف سيستثمر العراق هذا التحشيد للتغلب على أزماته؟ وهو تحدث عن أولويات مهمة، الأزمة الاقتصادية وأزمة كورونا وكذلك الملف الأمني. العراق بعد أن سجل حقيقة حالة من التوازن في علاقاته طيلة سنوات مضت، وهو يتوافر على مكتسبات كثيرة ومتعددة، في مقدمتها الانتصار على عصابات داعش التكفيرية واستعادة الأمن والسلم الأهلي في العراق، وكذلك الانفتاح الذي شهدته الدبلوماسية العراقية. اليوم وبعد تسنم دولة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي لمهامه رئيسا لمجلس الوزراء العراقي، و الرأي العام الداخلي والخارجي يترقب اكتمال الكابينة الحكومية. بالحقيقة تلقينا العديد والعديد من الرسائل من كل الشركاء والأصدقاء يباركون التشكيلة الحكومية ويبدون الدعم للعراق في إطار أن يكون العراق منصة متقدمة لتبادل المصالح المشتركة والتوازن على مستوى المنطقة، كما أن كل الأطراف تدرك أن العراق لا يزال قصة نجاح يمكن الرهان عليها وتبادل الدعم معها والمضي من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الذي يعود على العراق وشعبه وكذلك بكل شركائه وأصدقائه. إذن الدكتور أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. كشف تقرير صحفي بريطاني عن مطالب سعودية بتدخل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وسيطا في إجراء مفاوضات بين المملكة وإيران.
موقع ميدل إيست آي في تقرير له نقل ما قال إنها تسريبات عن مسؤولين عراقيين كشفت أن أول اتصال هاتفي تلقاه الكاظمي بعد تسنمه منصب رئيس الوزراء كان من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، طلب فيه من الكاظمي الوساطة لإجراء مفاوضات سعودية إيرانية في مختلف الملفات العالقة بين الرياض وطهران. إلى ذلك أكدت صحيفة كريستيان ساينز مونيتور الأمريكية أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أسهم في تسليم المسؤولية ونقلها من جيل إلى آخر. الصحيفة ذكرت في تقرير سلطت فيه الضوء على قرارات الكاظمي منذ توليه رئاسة الوزراء أنه في غضون أقل من أسبوع في منصبه حول أحد أصغر تجارب الديمقراطية في العالم إلى نموذج ومثال للإصغاء إلى شريحة الشباب على حد تعبيرها. في آخر مستجدات ملف كورونا سجل العراق طفرة جديدة في عدد الإصابات، إذ أعلنت وزارة الصحة عن 111 إصابة جديدة بالوباء. سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم 111 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي: في بغداد الرصافة 57، وفي بغداد الكرخ 7 إصابات، وفي بغداد مدينة الطب 6 إصابات، وفي البصرة 33، وفي واسط إصابة واحدة، وفي ميسان 5 إصابات، وفي نينوى إصابة واحدة، وفي السليمانية إصابة واحدة. سجلت 62 حالة شفاء تام موزعة كالتالي: في بغداد الرصافة 15 حالة، وفي بغداد الكرخ 10 حالات، وفي بغداد مدينة الطب 8 حالات، وفي البصرة 14 حالة، وفي كربلاء 4 حالات، وفي كركوك 3 حالات، وفي المثنى 6 حالات، وفي ذي قار حالتان. لم تسجل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية، والحمد لله. وبذلك يكون المجموع الكلي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق 3143، ومجموع حالات الوفاة 115 حالة وفاة، ومجموع حالات الشفاء 2028، وعدد حالات الراقدين 1000 حالة. وعلى إثر ذلك حذر محافظ بغداد محمد جابر العطا من خروج وباء كورونا عن السيطرة في ظل استمرار تزايد عدد الإصابات، مطالبا الحكومة الاتحادية بفرض حظر شامل للتجوال للحد من انتشار الوباء. اليوم في الرصافة بدأت تخرج مستشفيات عن الخدمة لغير مرضى كورونا، معناه أنه عندنا مستشفى الخطيب قبة ابن الخطيب امتلأت بالكامل، وبالآن مستشفى ابن القف وممكن خلال يومين أيضا تمتلئ، ومن نهاية العيد معناه 7 مستشفيات حسب كلام دكتور مدير صحة الرصافة أنه قد تخرج عن الخدمة وتنتهي وتكون مخصصة فقط للكورونا. غير الحظر الشامل ما ممكن، ولهذا أدعو الحكومة المركزية إلى تطبيق الحظر الشامل من اليوم إلى غاية انتهاء من العيد المبارك. أكد وزير الداخلية في إقليم كردستان ريبر أحمد تجديد الإجراءات التنقل مع المحافظات الأخرى، مشيرا إلى أن الأوضاع في الإقليم تحت السيطرة رغم تشخيص إصابات جديدة. من المؤسف حصلنا على حالات وإصابات جديدة في باقي محافظات العراق، وصلت إلى أكثر من 94 حالة في يوم واحد، وهي سابقة لم تسجل سابقا. لهذا اتخذت الاجتماع قرارات بتجديد الإجراءات والوقوف على تنفيذ الإجراءات كما هي في كافة المحافظات والإدارات، والاهتمام بالسلامة الصحية والصحة العامة. الأوضاع في إقليم كردستان تحت السيطرة، لكن سجلت حالات بين الآونة والأخرى في أربيل وفي السليمانية. آخر حالة إصابة كانت في السليمانية يوم الأمس، ولازلنا ننتظر هل ستكون هناك حالات جديدة
للذين كانوا في تواصل مع هذا الحالة التي سجلت يوم أمس. نبقى في سياق ملف كورونا، حيث ناشد محافظ كربلاء نصيف الخطابي الحكومة المركزية بالتدخل لتقليل الضغط الذي تتعرض له المحافظة جراء عدم الالتزام بقرار حظر التنقل بين المدن، محملا المحافظات مسؤولية تطبيق حظر التجوال. مناشدة إلى السيد رئيس الوزراء المحترم، هناك ضغط هائل على هذه المدينة المقدسة، تتحمل المحافظات مسؤولياتها بحظر التجوال بأن تغلق المحافظات. الآن هناك قرار اتحادي بعدم التحرك أو بعدم التنقل ما بين المحافظات، هذا لم يطبق بالمحافظات كلها إلا في كربلاء المقدسة، وكل المحافظات تنتقل ويتنقل جمهورها من كل المحافظات إلى محافظة كربلاء، وإحنا عينا ضغط، ضغط كبير في السيطرات الخارجية، ضغط اجتماعي، ضغط إداري، ضغط سياسي، ضغط في ضغط أمني. أكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أهمية الحفاظ على استقلالية المؤسسة الأمنية وتعزيز قوتها ودورها في حماية الدولة وضرورة إبعادها عن التدخل السياسي. الكاظمي وخلال زيارته إلى مقر جهاز مكافحة الإرهاب أشاد بالتضحيات التي قدمها المنتسبون من خلال التصدي للإرهاب والمساهمة في النصر إلى جانب القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مشددا على ضرورة التصدي لبقايا داعش بكل قوة وإحباط محاولاتها. إلى ذلك، بحث وزير الدفاع جمعة عناد مع قائد حلف الناتو في العراق تسليح وتدريب القوات العراقية. بيان للوزارة أوضح أن الجانبين ناقشا الأوضاع الأمنية في العراق فضلا عن تبادل وجهات النظر بما يؤمن التنسيق والتعاون بين الجانبين في مجال التدريب. أكد التحالف الدولي أن عدد عناصره في العراق لا يتجاوز 10,000 عنصر، بينهم 5,000 من القوات الأمريكية المنضوية في التحالف. مدير الشؤون العامة والمتحدث الرسمي لقيادة قوات التحالف العقيد مايلز كيغنز ذكر أن إدراج الحكومة العراقية الجديدة انسحاب قوات التحالف ضمن برنامجها لا يعني قيادة التحالف بشيء، لافتا إلى أن هذا الأمر على مستوى عال بين شخصيات في الحكومتين العراقية والأمريكية على حد تعبيره. في شأن عراقي آخر، عزا محافظ ديالى مثنى التميمي الحرائق التي نشبت في حقول الحنطة في مناطق متفرقة من المحافظة إلى حدوث تماس كهربائي وكذلك تنظيم داعش. التميمي قال إن إجمالية ما التهمته الحرائق أكثر من 300 دونم، في حين أن حجم الخطة الزراعية لحقول الحنطة تزيد عن 400,000 دونم، داعين المواطنين الذين لديهم معلومة موثقة عن المتورطين بحرائق الحنطة إلى تقديمها إلى الجهات المختصة من أجل المباشرة بالتحقيق. كاميرا يو تي في تجولت في قضاء خانقين واطلعت على أوضاع الأهالي بعد سلسلة هجمات نفذتها عناصر تنظيم داعش الإرهابي أدت إلى سقوط ضحايا بين السكان. مراسلنا علي العنبقي رصد الأوضاع هناك وعاد بالتقرير الآتي. من هذه الأراضي الشاسعة تنطلق هجمات إرهابية لعناصر داعش ودوريات عسكرية مستمرة لملاحقة الإرهابيين، هكذا يبدو المشهد هنا في قرى أطراف قضاء خانقين. هذه القرى تشهد بين فترة وأخرى هجمات إرهابية وتفجير عبوات ناسفة تسفر عن سقوط ضحايا. نحن نقف الآن في قرية أم الحنطة التابعة لناحية جلولاء في أطراف قضاء خانقين، والتي شهدت قبل يومين احتراق مساحات شاسعة من المحاصيل الزراعية وكذلك انفجار أسفر عن إصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة أثناء ذهابهم إلى مزارعهم. يحمل هؤلاء الشبان السلاح طوال الوقت لحماية عوائلهم وأطفالهم بعد تكرر عمليات الاستهداف التي يتعرضون لها بحسب قولهم. الشيخ بابا تتعرض قرية أم الحنطة إلى هجمات ما أقول لك بين فترات متباعدة، وإنما في كل ليلة نشاهدهم بالعين. أوصف لك دور الحكومة بهذه المنطقة حصرا، دور الحكومة هنا بالرجل العجوز مجرد مدافع لا أكثر ولا أقل.
آلاف الأهالي بهذه القرى يعتمدون على الزراعة بشكل رئيس، ولكن الهجمات الإرهابية أمس تمنعهم من الوصول إلى أراضيهم لمزاولة أعمالهم. احنا وضعنا الأمني وضع معقد، وجاي نتعرض لهجمات إرهابية، حرق المحاصيل الزراعية، بالنسبة لبساتيننا ما نقدر نصلها. منذ فترة ليست بالقليلة تشهد قرى أطراف قضاء خانقين أحداثا ونشاطات لخلايا داعش الإرهابي، وسط مطالبات مستمرة للأهالي بتأمين مناطقهم ووقف مسلسل نزيف الدماء. علي العنبقي، ديالى، يو تي في. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. متظاهر واسط يغلقون حقل الأحدب النفطي ووفد رسمي للتفاوض. أهلا بكم مجددا. في ملف الاحتجاجات، أعلنت الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز في محافظة واسط عن توقف إنتاج الغاز في حقل الأحدب في المحافظة بسبب دخول المتظاهرين. وبحسب وثيقة صادرة عن فرع المحافظة فإنه تقرر إيقاف إنتاج الغاز السائل في الفرع اعتبارا من 13 أيار الحالي وحتى إشعار آخر، وذلك لدخول المتظاهرين إلى داخل المقر وغلقهم الطريق المؤدية إليه. هذا ويواصل المتظاهرون إغلاق حقل الأحدب النفطي في محافظة واسط كخطوة تصعيدية بهدف الضغط على الحكومة لتحقيق مطالبهم، فيما أرسلت الحكومة وفدا للتفاوض مع المعتصمين في محاولة لنيلهم أو ثنيهم عن إغلاقه. احنا مستمرين باعتصامنا هنا وبضغطنا على حقل الأحدب النفطي، يعني أريد أشخص الموضوع، احنا ضغطنا فقط على الحقل، ما لنا علاقة بشغلة الكهرباء أو الكاك اللي يؤدي إلى محطة الزبيدية. في حالة غلق الحقل راح تتضرر أكثر من 5000 عائلة واسطية، وإضافة للأضرار الاقتصادية الناجمة عن غلق الحقل على ميزانية العراق بشكل عام وعلى الكهرباء والغاز السائل في اللي يخص محافظة واسط وبقية المحافظات القريبة. أكدت الحكومة العراقية التزام العراق الكامل باتفاق تخفيض إنتاج الخام الذي توصلت إليه أوبك وحلفاؤها. وقال علي علاوي القائم بأعمال وزير النفط العراقي في بيان له إن الحكومة العراقية ملتزمة بقرارات أوبك وحلفائها. يأتي ذلك بعد أن اتفقت المنظمة في إطار مجموعة أوبك بلاس على تخفيض جديد للمعروض من أول مايو أيار من أجل دعم السوق عقب تراجع حاد في الطلب من جراء الإغلاقات الشاملة الرامية إلى احتواء فيروس كورونا المستجد. في ذات السياق، قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب على النفط ما زال يتجه نحو تسجيل انخفاض قياسي في عام 2020، لكنها قلصت توقعاتها في الانخفاض مستندة في ذلك إلى تخفيف إجراءات العزل العام بسبب كورونا. الوكالة في تقريرها الشهري توقعت أن ينخفض الطلب العالمي على النفط بنحو 8 ملايين برميل.6 يوميا، لتقلص بذلك تقديرها بواقع 690 ألف برميل يوميا بسبب إجراءات كورونا التي تفرضها الدول. جهته، كشف النائب رياض التميمي عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية في حديثه لبرنامج الحق يقال أن ما يهرب من نفط العراق يوميا عبر مافيات الفساد يقدر ب 500 إلى 600 ألف برميل يوميا، كاشفا أيضا عن بعض صور الفساد في العراق. أستاذ، احنا بالنسبة أن المعلومات الموجودة في كل العراق، من القيارة للإقليم، الكركوك، لبغداد، في بغداد أكو مناطق مفتوحة فتحات على الأنابيب وتباع من عندها نفطين، وكلها مشخصة. أنا أقول لك مو أقل من 500 إلى 600 ألف برميل يومية تتهرب. على الأخ الكاظم، إعادة هيبة الدولة وتقوية القانون من أجل القضاء على مفاصل الفساد حتى نتمكن أن ننهض
باقتصادنا. استاذ ماجد رجل اقتصادي، تصور استثمار في بغداد ارض المتر مالها ب 3000 الى 4000 دولار، انا اعطيها مجانا للمستثمر وانا ابيعها على المواطن ب 1500 دولار المتر الواحد. اين القوانين الان اقدر انهض بها بالموازنه العامه؟ اليوم عندنا في وزاره الصناعه اكثر من 45 ألف معمل أهلي متوقف خاص، وعندي أكثر من 150 معمل وشركة حكومية متوقفة سويتها دمجتها إلى 37 شركة. بدل ما كانت هي رابحة حولتها إلى خاسرة، وتسحب من موازنة الدولة أكثر من 600 إلى 700 مليون دولار مليار دينار سنويا. في الحلقة ذاتها وتعقيبا على تصريح التميمي، قال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري إن أرقام النفط وبياناته في العراق غير دقيقة وقد تكون أكبر من المعلن بكثير، عازيا السبب إلى عدم وجود عدادات في العراق، الأمر الذي يسهل عمليات السرقة والتلاعب. الأرقام المتداولة هي غير دقيقة لأنه لا توجد عدادات، هي المشكلة الأساسية أنه من 2009 كنا ننادي بضرورة استكمال العدادات النفطية من شمال العراق إلى جنوبه وحتى على البواخر. للأسف الشديد لحد قالوا يحتاج سنتين ثلاثة، والآن 2009 صار 11 سنة ولم يكتمل المشروع. يعني احنا ما نعرف استاذ ماجد يواش، احنا ما نعرف ايش قد ينسرق من نفطنا لأن ماكو عدادات، فأي رقم هو رقم بالضبط رقم تخميني. بالضبط بالضبط، ولذلك حتى اقليم كردستان ايش قد يصدر احنا ما نعرف. ما نعرف بس تقديرات موجوده. زين حتى النفط اللي موجود في البواخر لحد الان ماكو عدادات كامله. في جديد حصيلة ضحايا كورونا توفي نحو 300 ألف شخص مصاب بوباء كورونا حول العالم، هذا وقد بلغ عدد المصابين أكثر من 4,218,000 حالة، أما عدد المتعافين من الفيروس فقد تخطى حاجز 1,622,000 شخص حسب موقع وورد ميتر المتخصص في رصد إحصائيات الفيروس. إلى ذلك حذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس كورونا ربما لا يختفي أبدا وأن العالم سيضطر إلى التعايش معه. وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في المنظمة مايكل رايان إنه حتى في حال التواصل والتوصل إلى لقاح فإن السيطرة عليه ستتطلب جهدا كبيرا. لدينا فيروس جديد تعرفه البشرية للمرة الأولى، وبالتالي من الصعب جدا التنبؤ بموعد اختفائه. قد يصبح هذا الفيروس مجرد فيروس آخر نتعايش معه. نددت السفارة الصينية في واشنطن بالاتهامات الأمريكية حول محاولة سرقة أبحاث وملكيات فكرية على صلة بعلاجات لفيروس كورونا ولقاحات له. وقال بيان للسفارة إن الاتهام الأمريكي يقوض التعاون الدولي القائم في مواجهة الوباء هذا، ويتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بالتأخر في إبلاغ المجتمع الدولي بالوباء فضلا عن الكذب في شأن العدد الحقيقي للوفيات على أراضيها، وهو ما تنفيه الصين. وصف وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف تهديدات واشنطن بفرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران بالادعاءات البلهاء. وقال ظريف إن المبعوث الأمريكي الخاص بإيران بريان هوك ليس معنيا بالحديث عن خطة العمل المتعلقة بالاتفاق النووي الموقع عام 2015، مشددا أن المسؤولين الأمريكيين سيدركون مستقبلا أن الإجراءات التي اتخذوها ليست بصالحهم، في إشارة إلى الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي. في ظل الحجر الصحي الذي فرضه وباء كورونا اتجه العديد من العراقيين إلى اقتناء دراجات هوائية وسيلة للتنقل وقضاء أغراضهم اليومية تجنبا للازدحام وخوفا من عدوى الفيروس. التقرير التالي يطلعنا على تفاصيل القصة. بدراجته الهوائية هذه يجوب هاشم الشوارع ويقضي أغراضه الشخصية اليومية،
وسيلة نقل مكنته من تجنب الاختلاط والازدحام في المواصلات العامة في ظل الحظر الذي فرضه كورونا. أنا اشتريت البايسيكل من صار حظر تجوال كورونا لأن بيه هواي فوائد. أول شغلة أنه أروح وأجيبي للشغل حتى يغنيني عن الاختلاط ويا باقي الناس ووسائل النقل. أمام هذا الوضع تزايد الإقبال بشكل ملفت على الدراجات الهوائية خلال الأيام الأخيرة. هذا المحل مثلاً وسط بغداد أحد المحلات التي لقيت رواجاً على مستوى اقتناء الدراجات بأحجامها وأشكالها المختلفة. وحظر التجوال وانقطاع الشوارع، فالناس كان قبل الإقبال أقل على الدراجات الهوائية، مو نفس هسه. هسه لا بالعكس صارت أكثر إقبال كوداً إنه سعره شوية مناسب ووسيلة نقل أفضل من السيارة صارت، لتعرف الشوارع كلها مقطعة. هكذا وجد العراقيون ضالتهم في هذه الدراجات التي توفر لهم الوقت والمجهود وتجنبهم الازدحام في زمن كورونا. في الديوانية كان الأمر مختلفاً، فبجهود ذاتية وأمل منهم في إظهار موروثهم الأصيل أقام مجموعة من الشباب في محافظة الديوانية عرضاً للزي العربي متحدين صعوبات حظر التجوال التي فرضتها جائحة كورونا. الدشداشة والشماغ وعقال الرأس تعد من الموروثات العربية وتمتاز بها الشعوب العربية حصراً، فصار كل من ارتدى هذا اللباس للناظر عربياً إحياءً لهذا الموروث وسعياً منهم لإظهاره بشكل أجمل. عقد مجموعة من الشباب في محافظة الديوانية على إقامة عرض للزي العربي بجهود ذاتية متحدين الصعوبات في ظرف وقائي واحترازي بسبب فيروس كورونا وإجراءات حظر التجوال. تدرون يعني الدعم ذاتي وشيء قليل وشاب يعني عاطل كالعادة، يعني لا عمل لا شغل بسبب هاي الأوضاع اللي قاعد يصير، واجهنا فيها هواي أمور والحمد لله والشكر جمعناهم عن طريق برنامج الفيسبوك أو الواتساب ماسنجر، وسوينا اجتماع فوري أو شفهي عن طريق هذا البرنامج. أكثر من 15 فرداً اتخذوا من وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة لتلاقح أفكارهم وكسر القيود المفروضة عليهم في ظل التباعد الاجتماعي. طبعاً احنا عندنا فريق، الفريق هذا متكون من تقريباً إلى 15 إلى 17 نفر، هذول أكثرهم طلاب أشخاص مرتبين، يعني حبينا نطرق إنه هذه الشخصيات من خلال هذه يعني التجمعات مالتنا نغير يعني أفكارنا. يبدو أن ما يطمح إليه هؤلاء الشباب هو تشجيع أقرانهم على ارتداء اللباس العربي ضمن قائمة الألبسة الخاصة بهم. ختام نشرتنا، لكم مني ومن فريق العمل أجمل تحية، في أمان الله.